بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 136 la page 136. في أول صفحة كما نلاحظ عندنا أوبجيكتيف يعني أهداف. هدف هذه الفقرة هو reconnaître les différents moyens d'établir des rapports analogiques, la ressemblance et la différence. إذن reconnaître يعني أن نعرف les différents moyens مختلف طرق d'établir des rapports analogiques, أن ننجز مقارنة تماثلية أو علاقة تماثلية. rapport analogique, إذا نتكلم عن le rapport qui repose sur l'analogie. إذا نتكلم عن العلاقة التي ترتكز على l'analogie يعني على التماثلية. على التماثلية c'est-à-dire بما معناه sur le rapport existant entre deux notions présentant des points communs. إذا نتكلم عن le rapport يعني العلاقة existant المتواجدة entre deux notions بين مفهومين présentant des points communs يعني اللذان يمثلان يقدمان نقطا مشتركة. نتحدث عن مفهومين لهما نفس النقط المشتركة، نقارن بين المفهومين. فيما يخص rapport analogique، إذا أخذنا فقط كلمة rapport المقصود بها أولا exposé détaillé، إذا نتكلم عن عرض مفصل. exposé détaillé، إذا نتكلم عن عرض مفصل. نقول مثلا ce rapport d'activité est bien structuré، إذا نتكلم عن تقرير نشاط ما est bien structuré يعني أنه جد مرتب، كما نقول بأنه جد مبني. rapport أيضا ممكن أن تعني لي entre des personnes ou bien entre des choses. إذا نتكلم عن علاقة لي أو رابطة entre des personnes بين أشخاص أو des choses، أو نتكلم عن رابطة بين أشياء. إذا بمعنى آخر نتكلم عن علاقة. نقول مثلا votre remarque n'a aucun rapport avec ce qui a été dit. votre remarque ملاحظتك أو ملاحظتكم votre remarque ملاحظتكم n'a aucun rapport ليست لها أي علاقة avec ce qui a été dit مع الذي قيل من قبل. المقصود هنا بأن ملاحظتكم لا علاقة لها بما شرحناه مثلا. إذا ملاحظتكم لا تهم هذا الموضوع الذي تطرقنا له. votre remarque n'a aucun rapport avec ce qui a été dit. طبعا rapport هنا نقصد به علاقة. بنفس المعنى نتكلم عن relation entre des personnes. إذا rapport المقصود به relation entre des personnes. إذا نتكلم عن علاقة بين أشخاص. نقول مثلا des rapports amicaux. نقول مثلا des rapports amicaux. إذا نتكلم عن علاقات صداقة. نتكلم عن علاقات صداقة. كلمة rapport ممكن أن تعني profit أو bien bénéfice. إذا ممكن أن تعني منفعة أو ربح. نقول مثلا ce placement est d'un bon rapport. ce placement est d'un bon rapport يعني هاد الوضع أو هاد الموضع est d'un bon rapport أنه ذو ربح جيد. أنه ذو ربح جيد. طبعا placement تأتي من فعل placer، تضع شيئا في مكان. أن تأتي من فعل placer التي تعني أنك تضع شيئا في مكان. طبعا نتحدث هنا عن placement مثلا financier، نتكلم عن placement financier. إذا نتكلم عن إيداع الأموال في مكان ما، يعني أنك تضعها في مكان ما في موضع ما. المقصود أنك تضعها في بنك ما على أساس أن تربح منها. على أساس أن تربح منها. نتكلم مثلا عن لو بلاسمون دو برودوي. إذا نتحدث عن إشهار هاد المنتوجات. إذا نتكلم بمعنى آخر عن إشهار المنتوجات. الذي يهمنا هنا فيما يخص كلمة رابور أنها تعني علاقة. إذا نتكلم عن دي رابور أنالوجيك، إذا نتكلم عن علاقات تماثلية. إذا طبعا ننظر في بعض الأشياء أو في بعض الأشخاص ثم نقوم بعلاقات تماثلية. المقصود بأننا نواجه هذا بالآخر ثم نرى، ثم ننظر المتشابهات بين الشخصين مثلا أو بين الشيئين، ثم ننظر أوجه التشابه والاختلاف بين الشخصين بين شيئين إلى آخره. إذن كما قلنا الآن
reconnaître les différents moyens d'établir des rapports analogiques. إذا نتكلم عن معرفة مختلف الوسائل d'établir des rapports analogiques لإقامة علاقات تماثلية. المقصود أننا ننظر أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين أشياء. إذا هذا الموضوع يهم ماذا؟ إذا هذا الموضوع يهم أساسا la ressemblance et la différence. يهم التشابه la ressemblance. La ressemblance يعني التشابه et la différence والاختلاف. إذا نتكلم عن التشابه والاختلاف. La ressemblance et la différence. إذا كما في العنوان كما نلاحظ la ressemblance, la différence. التشابه الاختلاف. إذا كما نرى في هذا النص الصغير مسيو إي مادام بوسيد أدوري فير دو لا بيسيكليت أدوري فير دو لا بيسيكليت لورسكي سوتي إل سابيي دو لا ميم توني سبيسيال أن جيلي نوار إي دي كيلوت بلونش أ فيرميتور إكلير سوبوندون إل نافي با لا ميم كوبيلونس ألور كو مسيو بوسيد إيتي أوسي مينس كان جوكي سا فام إيتي غروس إي إيبانوي إيلز إيتي أورو كوم دو بواسون دون لو. Ils étaient heureux comme deux poissons dans l'eau. Monsieur et Madame Possid, السيد والسيدة Possid, adoraient faire de la bicyclette. يعني أنما يحبان فعل كما نقول الدراجة. المقصود أنما يحبان ركوب الدراجة. Lorsqu'ils sortaient, عندما كان يخرجان, lorsqu'ils sortaient, عندما كان يخرجان, ils s'habillaient de la même tenue spéciale. Ils s'habillaient, عندنا لو فيرب s'habiller, يعني لابسة. Il s'habillait de la même tenue. يعني أنهم كان يلبسان نفس اللباس سبيسيال الخاص. طبعا ركوب الدراجة يحتاج للباس خاص. Un gilet noir. إذن طبعا هذا اللباس هو un gilet noir. إذن نتكلم عن سترة سوداء. Un gilet noir. سترة سوداء. Et des culottes blanches. Et des culottes. Et des culottes blanches. سراويل بيضاء. À fermeture éclair. كيلوت المقصود بها vêtement d'homme qui va de la ceinture au genou. vêtement d'homme نتكلم عن لباس رجل qui va الذي يسير المقصود أنه ينطلق من de la ceinture من الحزام au genou إلى الركبة. إذا نتكلم هنا عن vêtement d'homme. إذا نتكلم عن لباس الرجل qui va de la ceinture au genou الذي يسير من الحزام إلى الركبة. طبعا نتكلم عن سروال قصير بمعنى آخر في حدود الركبة يلبسه الرجل وممكن أنه يعني لباسا أقصر من هذا. كيلوت ممكن أن في معاني أخرى تعني لباس داخلي أقصر من هذا. طبعا هنا نتحدث عن لباس الرجل والسروال أيضا لباس. كيفا دو لا سانتور أو جونو الذي ينطلق من الحزام إلى الركبة. إذا نتكلم عن سروال قصير بمعنى آخر. هنا في النص عندنا أن جيلي نوار. إذن عندنا سترة سوداء ايدي كيلوت بلونش ثم سراويل قصيرة بيضاء افيرميتور اكلير افيرميتور اكلير. طبعا لافيرميتور اكلير المقصود بها ايتان ديسبوزيتيف ميكانيك. إذا نتكلم عن إمكانية ميكانيكية كما نقول ايتان ديسبوزيتيف ميكانيك. إذا كما نقول هي إمكانية ميكانيكية بيرميتون لوفيرتور بيرميتون لوفيرتور ممكنة فتحة ممكنة فتحة. نتكلم عن لو فيغ بيرميتر يعني مكن أو سمح بي. إذن بيرميتون لوفيرتور إذن هي تمكن من فتح إي لا فيرميتور ومن غلق رابيد سريع يعني أن تفتح سريعا وتغلق سريعا دان فيتمون. إذن هي تمكن من فتح بشكل سريع ومن إغلاق بشكل سريع ماذا؟ دان فيتمون يعني لباس. إذا نتكلم عن إمكانية ميكانيكية تزود بها الألبسة وتمكن من فتحها وإغلاقها بسرعة. دان فيتمون ممكن أنها تستعمل في الألبسة دان ساك ممكن أن تستعمل في كيس دو شوسيغ وممكن أنها تستعمل في الأحذية. أو لو راكوردومون إي لا سيباراسيون رابيد دو بيس دو تيسو. وأيضا تمكن ماذا؟ إي لو راكوردومون وأيضا تمكن من ربط إلى la séparation ومن الفصل. إذا نتكلم عن هذه الإمكانية الميكانيكية أيضا في حالة أخرى permettant le raccordement يعني أنه ممكنة الربط إلى la séparation وممكنة أيضا الفصل rapide الفصل السريع والربط السريع
دو بياس دو تيسو. إذا نتكلم عن قطع ألبسة دو بياس دو تيسو، ممكنتان من ربط ومن فصل قطع ألبسة. ممكن أن يكون عندنا واحد طرف من اللباس ممكن أننا نفصله عن اللباس الأصلي. مثلا ممكن يكون عندنا كم خاص بقميص، فنفصل الكم عن القميص بواسطة هذه الإمكانية الميكانيكية كما نقول. بمعنى آخر نتكلم بالدارجة عن السلسلة، نتكلم عن السلسلة الخاصة بالألبسة، تنتكلم عن السلسلة ديال الألبسة. إذن تسمى لا فيرميتور إكلير، تسمى لا فيرميتور إكلير. إذن كما قلنا لا فيرميتور إكلير est un dispositif mécanique permettant l'ouverture et la fermeture rapide d'un vêtement, d'un sac, de chaussures ou le raccordement et la séparation rapide de pièces de tissu. Et donc, comme on a dit, un gilet noir et des culottes blanches à fermeture éclair. Et donc, on a dit un soutre saoudé et des culottes blanches ou serré ou le cassera baïda à fermeture éclair. Mouzawada bisilsila. Cependant, lakin, il n'avait pas la même corpulence. Il n'avait pas la même corpulence. Walakin huma laysa lahum nafs albadana. Cependant, walakin, il n'avait pas la même corpulence. Cependant, walakin, il n'avait pas la même corpulence. Walakin huma laysa lahum nafs albadana. La corpulence maqsoud biha grandeur, grandeur in kibar et grosseur. ثم ضخامة دي كوه إما. إذا نتكلم عن كبار وضخامة جسم الإنسان. بمعنى آخر نتكلم عن البدانة. Cependant, il n'avait pas la même corpulence. إذا هنا التفسير alors que monsieur Poussede était aussi mince qu'un jockey. في حين أن السيد Poussede était aussi mince. هو كان أيضا رقيقا أو نحيفا كان جوكي. مثل جوكي. جوكي كما نرى في الأسفل. كافاليي، إذا نتكلم عن الفارس كي مونت ان شوفال دو كورس. إذا نتكلم عن الفارس الذي يركب حصان سباق. طبعا هو يكون رقيق ونحيف، لماذا؟ حتى يستطيع الفرس الجري ثم الفوز بسهولة. إذا نتكلم عن كافاليي كي مونت ان شوفال دو كورس. سوبوندون إل نافي با لا ميم كوبيرونس، لكن هما ليس لهما نفس البدانة. سوبوندون إل نافي با لا ميم كوبيرونس. Alors que M. Poussede était aussi mince qu'un jockey, في حين أن السيد Poussede أنه كان أيضا نحيفا مثل هذا الفارس الذي ذكرنا. Sa femme était grosse، يعني أن زوجته كانت ضخمة. في حين أنه كان نحيفا، لكن زوجته كانت ضخمة. Sa femme était grosse et épanouie. Épanouie كما نقول منشرح أو نقول منفتح، نتكلم مثلا عن الزهور. تبدو منفتحة. نتكلم هنا عن لوفارب إيبانويغ يعني أفرحة. نتكلم عن لوفارب إيبانويغ يعني أفرحة، ونتكلم أحيانا عن لوفارب سيبانويغ المقصود به انفتحة أو انشرحة في حالة الكلام عن الظهور. إتي غروس إيبانوي، نتكلم هنا عن صفام إتي غروس إيبانوي. إذا نتكلم عن زوجته أن كانت ضخمة إيبانوي يعني أن كانت قوية، أن كانت قوية. نتكلم مثلا عن un corps épanoui، المقصود به un corps développé pleinement. un corps épanoui، المقصود به un corps développé pleinement. نقول عن جسم بانه épanoui، المقصود به بانه développé pleinement. كما لو نقول بانه جد متطور، كما لو نقول بانه متطور بشكل كبير. اذا المقصود انه قوي. alors que monsieur Poussede était aussi mince qu'un jockey، sa femme était grosse et épanouie. Ils étaient heureux. Ils étaient heureux، يعني أنهما كانا فرحين. Ils étaient heureux comme deux poissons dans l'eau، يعني أنهما كانا فرحين مثل سمكتين في الماء. أنهما كانا فرحين ومسرورين مثل سمكتين في الماء. نستكمل في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.